اوكي لاعب اللي لفت الانظار في بدايه الموسم. الكره الملعوبه العاليه، محاوله هذه خطيره، محاوله الخط الامامي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على بنيطو. يا سلام، نتحدث عن الجزائري اللي خطف الانظار في بدايه الموسم. ها هو الان يسجل الهدف الاول في ارضيه الملعب، الهدف الحادي عشر بطريقة جميلة، بطريقة رائعة. شوف اللعبة اللي حضرت، شوف اللمسة اللي كانت متواجدة وحدة. هوبا بنيطو يحطها في المرمى، صعبة تماما على بابا جبريل. هلالي محمد، لوكا إلى هلالي محمد، إبراهيم صامويل أماتا. يا السلام 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 على لوكا، على هدف جميل، على عودة الخار. الفرسان يرفضون الخسارة، الفرسان من أجل العودة، الفرسان بأي جمال، الفرسان بأي متعة، الفرسان بأي صورة، الفرسان بأي تصويبة من الناحية اليسرى.